السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في لازليثياس دي اكرام. اليوم عدلت الحلوى الدبيه اللي هي مشهوره ومعروفه، اللي هي الحلوى المحجبه او لا السنيين او لا، مهم الحلوى اللي معروفه ملي كنا صغارين وكناكلوها وكنعدلوها في الدار. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. اولا بيانفينيداس لازليثياس دي اكرام اوي ايثي اونوس دولسيس دي كاكاوتس بونوس سون بولبورونيس كي سون بونيسيموس كي ستان بونيسيموس. السلام عليكم، ان شاء الله غنبداو. vamos a empezar. tengo medio kilo de cacahuete tostado al horno y he quitado lo que he podido de piel. عندي نص كيلو de كاوكاو دبيان اللي هو محمص في الفران واللي حاولت نزول له اغلبيه د القشور، ولكن ماشي ضروري نزولو ملو كاملين. انا كيعجبني عدد الحلوى بهذا الدبيان هذا اللي كيجي بقشور. Este tipo de dulce me gusta que esté con este cacahuete que es el pequeñito con piel, ¿vale? عندي هنا واحد مغرفة قرفة صغيرة ونا كوتشيرا دي كانيلا بيكينيا. عندي هنا واحد الكاس دي السكر غلاسي اللي هو كاس دي 250 مليلتر. Un vaso de azúcar glas de los de 250 مليلتروس. واحد كاس دي الزيت دي 250 مليلتر. Un vaso de aceite de 250 mililitros, 700 gramos de harina, 700 gramos de طحين. بالحق الطحين ما عارفينش واش عيقدنا 700 او لا عيبقى شايط، ما عارفاش. La harina no sabemos si con 700 tendremos bastante o nos sobrará, dependerá de lo que absorba estos ingredientes. بسم الله vamos a triturar muy bien lo que son los cacahuetes. دابا غنطحنو مزيان بزاف بزاف هاد البيان حتى يطلق حتى يبقى يتعجن. انا عاتوما تشوفوا كيفاش غنعملو. ميرار تينيك سير اون كوسا سي، فالي ديبيندي دي كاكا كادا كاكاويتي. اي كاكاويتيس موتشو ماس اسيتوسوس اي كاكاويتيس كي سون ماس سيكوس. خاصو يجي هايدا، وكاين البيان اللي كيكون كيكون مزيت وكاين بيان اللي ما كيكونش مزيت. مهم خصو ملي تعملو هيدا يتلسخ ما بعطيتو. نو سي سي ديتش ان اسبانيول كي ديبيندي كادا كاكاويتي سولتا ماس اسيتي كي اوترو، بير لو ماس امبورتانت اس كي كواندو لو نو نو سولتي اس اسيتي تينوس كو هاسير استا بروفا. سي فيموس كي هاسيموس استو اسي اي سي نوس انغانشا اس كي استا بريبارادو بارا هاسير. بون نطحنو كلشي ونكملو. تريتوراموس تودو وسيغيموس. بعد ما طحنا بيان ديسبوز دافير تريتورادو لوس كاكاويتيس، انياديموس العسكر، نزيدو السكر، نزيدو القرفة، انياديموس لا كانيلا، نزيدو الزيت، و غنخدمو هادشي مزيان. باموس No sé si he dicho que añadimos el aceite. Daba a Hadmuhechi. Vamos a trabajar muy bien estos ingredientes. Y luego añadiremos la harina. Lo más importante es que hay que trabajarla muy bien. Y vamos a añadir harina poco a poco. غنزيدو الطحين شويه بشويه. كما كتشوفوا كتبان بحال لي مجموعه، بالحقيقه باقي خصها الطحين. vamos añadiendo poco a poco la harina. vale، اهم حاجه ان نعملو الطحين بشويه بشويه. عرفتي علاش؟ باش ما نفوتوش فيها. Vamos añadiendo poco a poco la harina para no pasarnos, ¿vale? Vamos añadiendo harina hasta que vemos que nuestra masa se recoge bien, como veis. Ya he ido. Cogemos un poco para hacer la prueba. Y vemos que al hacer así, se hace una redonda o se hace la forma que se hace. Y así como sabemos que ya está, ¿vale? No la dejéis que se ponga dura.
قاصحة وما تعملهاش رطبة بزاف، يعني تشوفوا انك تعمل بولا هيدا، ملي كتعمل بولا وما كتشقشي هذيك هي العبار ديالها. كنا فيموس بوليتاس اي نو سيراخا بوركي نو تيني موتشا رينا، بوز يو كرو كي راسي. غنعملو بابيل فواحد السينية الفران، فرن بامسا بونير بابيل فيجيتال ان اون بانديخا دي اورنو، يا vamos a hacer bolitas. Podéis hacer la forma que queráis, o sea, así alargada o redonda. Yo lo voy a hacer redonda. انا تقدروا تعملوها على الطول او لا مدور. انا غنعمل مدور هيدا، حطوها هنايا، كملوا على كل شيء هيدا. vamos a seguir haciendo bolitas a todos. المهم بعد ما كنساليو ديك الكورات كاملين، después de hacer todas las bolitas las metemos al horno العافية من تحت ومن فوقي درجة 180، حيتاش دابا اللي كيطيب هو خصو يطيب الزيت وديك الشيء اللي عملنا، حيتاش بيان راه هو تايب. vamos a ponerlo a 180 grados para que se haga lo que lo, el aceite digamos el azúcar la harina todo lo que hemos hecho porque lo que son los cacahuetes ya están hechos. ونخليوها تيب ونردو لبال باش ما باش ما تحرقش. تنير mucho cuidado que no se queme. كما كتشوفوا ها الحلوه ديالنا وجدات، كما بايس نوستر دوسي يا ستا هيتشو لو ديخادو كو سينفريي بارا بودر توكارلو. خليتو يبرد باش نقدر نأديوه، حيتاش ملي كيخرج من الفران مستحيل تأديه كيكون سخون بزاف. اي نوريكم كيفاش كتجي من تحت، ما خصكمش تخليوها تحمر، يعني هذا هو الكولور ديالها. كما بايس اسي اس كومو تيني كي تينير الكولور، نو تينيس كي ديخارلا كي سي بونغا توستادا ني نادا. هذا هو الكولور ديالها. صافي بعد ما كتبرد después de que se enfríe vamos a ponerle azúcar glas. Podéis hacerlo de dos maneras. Podéis poner un plato con azúcar glas e ir metiendo una a una. تقدروا تعملوا طبسل في السكر غلاس وتدخلوا كل حلوة في وسط السكر، ولكن انا كنعملها بهذه الطريقة. Yo lo hago de esta manera que me parece más fácil. Con un colador ponemos azúcar glas y le ponemos así. كندوزوها هيدا بهذا الصفاي. هذا راه كافي باش الحلوه ديالنا تجي فيها السكر كلاصي، باش الوقت دغيا ما كنضيعوش الوقت بزاف. وصافي ما كنعملو السكر كلاصي ديسبوزي بوني لي السكر كلاص تينوس كتين لي سوس بابيليتوس فالي كي سيرفين بارا امبولفيرلا. خصو يكون عندكم هاد الكويغطات هادو اللي كتجي فيهم هاد الحلوه، وعنبداو نلويهم. Vamos a envolverlos. Hacemos así. Cogemos el dulce, ¿vale? Lo ponemos donde está lo de la marca esta del polvorón, ¿vale? Cerramos por una parte. Cerramos por otra. كما كتشوفوا كنشدو هيدا وكنعملو هيدا اي يافيموس اللاسيتو اي يا تينيموس نوسترو بولورون ليستو اي بريبارادو. مي انكانتا استي كي بوني بولورون، كي حماقني هاد الكاغيط اللي مكتوب فيه بولورون. هذا كنت شريتو هنايا من واحد الحانوت هنايا، ولكن شفت بنات عندهم في المغرب. استي لو كومبري نون تيندا كي بيرو فيستو تشيكاس كي لو تيينين دي كي لو هان كومبرادو ماروكوس. كيف ما كتشوفوا الحلوه ديالنا وجدت. كومو فيس نوستروس دولسيس يا ستان بريبارادوس. اسبيرو كي اوس غوستين كي لوس بروفيس بوركي سون اونا ديليسيا. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم وتفرحوا بهم مع الاحباب ديالكم والعائله ديالكم في هذا العيد ان شاء الله. كنتمنى نكون سهلت عليكم هاد الوصفه وتعجبكم ان شاء الله. ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وتعملوا لي لايك ولا عجبكم فيديو، وتسكريبير لو كنتو باقي ماشي سبسكرايب. بونو اسبيرو كو سايا غوستادو اي كو سايا فاسيليتادو لا ريسيتا. اسبيرو كي او سايا غوستادو الفيديو، اي سي اوس غوستادو دارلي ا لايك سبسكريبيروس اي دارلي لا كامبانيتا بار كو اوس ييغي لوس نوفوس فيديوس. موتشاس غراسياس اي هاستا لا بروكسيما.